اليوم جوزنا الاختبار تاع الفرنسية والذي كان في متناول الجميع. النص كان شوية يتحمل صعوبات وكان مصطلحات مش مفهومة بصح بالنسبة للكاستيون كاع مفهومين. ثاني لا برودكسيون انكريت. أما بالنسبة للعلوم كان تخوف فرنسي زعما ما كانش أي صعوبات مفهومين. الوضعية الإنجليزية ما توقعناهاش كاع كيما هاك. العلوم الطبيعية ثاني كان أسهل بزاف مكنتش متوقعين يكون سهل كيما هاك. ماشي واني بزاف اللي تخدم قاعد تساهل ساهل ما جانيش قاوة عبزة اللي متاني ساهل فاش كنت حافظ وكنت مراجع. اليوم كنا فوتنا الامتحان تاع الفرنسية بعد فوتنا تاع العلوم كانوا ساهلين كانوا ملاح في متناول الجميع. بعد العلوم كان دري ساهل كان خير من كاع المواد هو كانت لي أسهل مادة. فوتنا اليوم امتحان تاع الفرنسية والعلوم الطبيعية. الفرنسية كان ساهل شوية ولا النص شوية في مصطلحات صعيبة والعلوم الطبيعية كان ساهل أبارتني فرنسي الأسئلة الأخرين كلش ساهلين.